صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام سموحه الساعه 9 بالليل على استاد اسكندريه في الجوله 28 من مسابقه الدوري، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا الساعه 7 ان شاء الله مع كابتن ايمن شاوي وضيوف الاستوديو. يلا بينا. طبعا فريقنا بيدخل ماتش النهارده بعد تعادل محبط قدام بيراميدز 2-2 في الجوله الاخيره من مسابقه الدوري. الحقيقه التعادل ده كان محبط جدا جدا جدا، وكل جماهير الاهلي طبعا وكلنا لينا حق نزعل ونتضايق، لكن عايز اقول لكم ان الموضوع يعني كان في حاجات كتيره مميزه وحاجات كتير تبسطنا على الرغم من التعادل والنتيجه اللي ما كانتش في صالحنا دي. اول حاجه طبعا هو الدعم الكبير اللي حصل لمحمد الشناوي بعد المباراه. طبعا في ناس كتيره كانت بتحمله مسؤوليه التعادل بعد الخطا اللي كان طبعا يعني مش قصده يعمله، لكن اهو كان غياب تركيز في اللحظات الاخيره من المباراه، وحصل حاله دعم كبيره جدا لمحمد الشناوي من كل جماهير الاهلي، وده بيبين قد ايه جمهوره فعلا ده حماه، وجمهور النادي الاهلي هو رقم واحد في المنظومه الكبيره والعظيمه دي. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها هو توقيت التعثر ده. احنا كنا راجعين من مشاركات كتيره في دوري ابطال افريقيا، كسبنا الترجي رايح جاي في نص النهائي في مباراتين كانوا عظام جدا من فرقتنا، وكمان كسبنا سان داونز في ربع النهائي، كسبناه هنا في القاهره وتعادلنا معاه هناك، وكنا لسه واخدين السوبر الافريقي، والحقيقه كان في انجازات كبيره ونجاحات كبيره جدا 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 في الوقت اللي ناس كتيره بتقلل من فريق كايزر تشيفز اللي هنلعبه في النهائي ان شاء الله يوم 17 في المغرب. عايز اقول لكم ان توقيت التعادل والتعثر ده قدام بيراميدز مهم جدا جدا عشان نرجع نقف على الارض تاني، ونخلي بالنا جدا من المباراه النهائيه. احنا بنلعب على بطولات يا جماعه، احنا مش مشكله عندنا نتعادل ماتش او نخسر حتى ماتش، احنا بنلعب على بطولات. احنا مهم بالنسبه لنا ان الموسم كله النتائج بتتحسب في الاخر بالبطولات اللي بتخش الدولاب بتاعنا. احنا لسه مكملين في مشوار الحفاظ على الثلاثيه، لسه مكملين في الدوري بننافس على اللقب الحمد لله، يعني لسه موجودين في المنافسه وعندنا مؤجلات كتير، مسابقه الكاس لسه موجودين فيها وبننافس برضو، ودوري ابطال افريقيا خلاص ان شاء الله كلها 90 دقيقه ونحقق النجمه العشره. فانا طبعا مش عايز نقف كتير عند ماتش بيراميدز، اللي حصل حصل والتعادل كان طبعا محبط وكلنا زعلانين من النتيجه، لكن ان شاء الله فرقتنا ورجالتنا يقدروا يعوضوا في الماتشات اللي جايه، واولها النهارده ان شاء الله قدام سموحه. وعايز اقول لكم بالكلام عن سموحه، سموحه كسبنا في الدور الاول 2-1 في مباراه كانت غريبه جدا على ملعبنا هنا بهجمه مرتده في نهايه المباراه، فريق سموحه قدر يخطف بيها الثلاث نقط وكسبنا 2-1. النهارده ماتش مهم تاني، هو ده قدرنا بننافس على كل البطولات، هو ده قدرنا مش بنفرط في اي نقطه ولا بنحب نخسر ولا بنحب نتعادل، لكن برضو ما ننساش ان هدفنا الكبير وهدفنا النهائي هو التتويج بكل البطولات اللي بنشارك فيها، ونرجع ان شاء الله الموسم اللي جاي لكاس العالم للانديه مره تانيه. بنفكركم ان فريقنا بيدخل ماتش النهارده هو في المركز الثالث برصيد 42 نقطه، وسموحه في المركز الرابع برصيد 40 نقطه. الحقيقه سموحه بيقدم موسم ممتاز جدا على كل المستويات، سواء المدير الفني كابتن احمد سامي او لعيبته المتالقين جدا الموسم ده زي احمد عبد القادر نجمنا المعار ليهم، وسجل 7 اهداف لحد دلوقتي، ومعاه كمان مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق اللي سجل 10 اهداف في الموسم ده لحد دلوقتي. وطبعا ماتش النهارده مش هيكون سهل قدام فرقه قويه وبتلعب في اسكندريه وبنلعب بره ملعبنا، وعايز اقول لكم ان سموحه في اخر ماتشين كسب بيراميدز 3-0 وخسر من الاسماعيلي بنفس النتيجه. نتمنى طبعا التوفيق يكون حليفنا النهارده ونقدر نعدي المباراه الصعبه دي عشان نجمع نقط المؤجلات ونرجع تاني لمكانتنا الطبيعيه ونكون على قمه جدول الترتيب، وكل واحد بقى يرجع مكانه ويعرف حجمه الطبيعي. طبعا الفترة اللي فاتت كان في شوية يعني مش عارف اقول ايه، هيصة ولا تحفيل ولا نقول ايه، المهم الناس سابت الباسكت اللي كانت بتتفرج عليه الايام اللي فاتت ورجعوا وركزوا مع ماتش الاهلي وبيراميدز، مش عارف ليه يعني، ماتش انتهى بالتعادل بين ثالث الدوري وقتها وعاشر الدوري وفريق تاني وجماهيره بيحتفلوا مش فاهم ليه، مع ان ده كان تعادل يعني مش خسارة لا قدر الله ولا اي حاجة. يا الله يا الله يا الله.
والحقيقه قبل ما نختم في موضوع مهم جدا عايزين نتكلم فيه هو قائدنا محمد الشناوي. الكلام بعد ماتش بيراميدز ان هو بيتحمل مسؤوليه التعادل وان هو خسرنا نقط كتير وان هو مش في حالته. وصل الامر لان حد بيسال مستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي بيقول له هل النادي الاهلي محتاج حارس تاني مع محمد الشناوي عشان يكون يعني يحس بمنافسه ويؤدي بشكل افضل. مستر بيتسو الحقيقه رده بالنسبه لي كان كافي جدا واتكلم على اهميه الشناوي والدور الكبير جدا اللي لعبه مع الفريق سواء الموسم ده او المواسم اللي قبل كده. وعايز اقول لكم ان محمد الشناوي اللي الناس بتتهمه ان هو ضيع نقط علينا في الدوري السنه دي، الشناوي الحقيقه كان بيلعب دور عظيم جدا في موسم الثلاثيه في اوقات كتيره كانت صعبه علينا سواء بنلعب هنا في مصر او بره مصر. واخر حاجه كان ماتش الترجي لما شال انفراد يعني الراجل جوه الستة ياردة وداخل عايز يرقص الشناوي، الشناوي شالها في ملعب رادس واحنا متقدمين وبيحافظ لنا على النتيجه. والموضوع ده اتكرر كتير السنه اللي فاتت قدام الاسماعيلي لما صد ضربه جزاء وقدام وادي دجله لما كنا متعادلين وفي الوقت يعني قبل الدقيقه 90 كده كان دجله هيسجل هدف الفوز قدرنا الشناوي يوقف المباراه تاني على رجلها ونرد بهدف تاني. حقيقة حاجات كتيرة جدا وكاس العالم للأندية مثلا ضربات الجزاء اللي صدها في ماتش البرونزية وقدرنا نحقق البرونزية اللي غايبة عن الفريق من 2006، حاجات كتيرة جدا الحقيقة يعني صعب نتكلم عليها دلوقتي عن الشناوي، الشناوي لعيب كبير، الشناوي كابتن الفريق، الشناوي قائد النادي الأهلي، كلنا 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 ورا محمد الشناوي. وأيا كان اللي حصل وأيا كان اللي يعني التعثر اللي حصل قدام بيراميدز انا متاكد واثق ان ده مش هيعدي سواء على اللعيبه او على الجهاز الفني في اننا نحافظ على الثلاثيه الموسم ده للموسم الثاني على التوالي. وقبل ما نختم بنفكركم ان شاء الله ان الماتش اللي جاي هيكون قدام المقاولين العرب يوم الاحد اللي جاي وبنتمنى كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله ويلا يا اهلي.